بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفد هيئة أعمال خيرية ما زلنا في تفقد للقرى الفقيرة والمحتاجة، وتحديدا في قرية بعيدة أكثر من 3 ساعات عن الطريق الرئيسي. نحن الآن في قرية فيها 3500 أسرة بحاجة إلى بناء مسجد متكامل. يأمل سكان هذه القرى بأن يتحول هذا المسجد الطيني الصغير إلى بيت من بيوت الله العامرة بمئات المصلين، فمن يا ترى يحقق أحلامهم؟ هيئة الأعمال الخيرية العالمية معكم على طريق الخير.